أعزائي طلبة وطالبات ثالثة ثانوي أهلا بكم في فرنش أكاديمي مع فيديو جديد من فيديوهات مادة اللغة الفرنسية الفيديو النهاردة إن شاء الله هو مراجعة شاملة لجميع قواعد الوحدة الثانية يونيتي دو عنوانها لوك لوب دي جوغمو يعني نادي الأكلين أو مجموعة الناس اللي بيحبوا الأكل والوحدة دي بتتكلم في المجمل عن المأكولات والمشروبات ولازم نركز فيها على أسماء الأطعمة والمشروبات والمفردات كلها المتعلقة بالأكل والشرب وأقسام السوبر ماركت وكمان لازم نركز على التعبير عن الكميات واستخدام الضمير او أول جزئية في الوحدة هي الأفعال اللي إحنا بنستخدمها مع المأكولات والمشروبات وهم ثلاث أفعال: فيرب manger و verbe boire و فيرب prendre. verbe manger premier groupe مجموعة أولى: je mange, tu مونج il ou elle mange, nous تصريفه عادي جدا مع كل الضمائر لكن مع نو لو نلاحظ زودنا حرف ال بعد الجي علشان حرف الجي نطقه ما يتغيرش لان الجي بتتنطق جي لما يجي بعديها ثلاث حروف اما او او اي او اجريك جي بعديها اي حرف تاني غير الثلاثة دول بننطقها جي يبقى لازم نحط او علشان نحافظ على نطق الفيرب يبقى نو مونجو فيرب بوار بقى يعني يشرب وده فيرب تروزيام جروب جو بوا تيو بوا إل وال بوا نو بوفون فو بوفي إل وال بواف فيرب بخوندر يتناول برضو فيرب تروزيام جروب مجموعة تالتة جو بخون تيو بخون il ou إل. nous prenons, فو prenez, il إل. والأفعال دي زي ما احنا قلنا بتيجي مع أسماء المأكولات والمشروبات ولازم أسماء المأكولات والمشروبات يكونوا مسبوقين بأدوات تجزئة يعني بيجي بعديهم اسم حاجة بناكلها أو بنشربها يكون مسبوق بأداة تجزئة وفي فعلين كمان برضو بيجي معاهم أدوات التجزئة هما فيغب فولوار يريد تي يشتري ادوات التجزئة دي معناها ان احنا اخدنا من الحاجة جزء او كمية غير محددة زي مثلا لو قلنا انا اكلت رز ما ينفعش اقول جو ولكن بقول جو مونج دو يعني انا اكلت جزء من الرز او شوية من الرز البوا دولو هو شرب مية يعني شرب جزء من المية وادوات التجزئة اربعة دي بتيجي قبل الاسم المفرد المذكر اللي بادئ بحرف ساكن ودو لا بتيجي قبل الاسم المفرد المؤنث اللي بادئ بحرف ساكن ودو الابوستروف بتيجي قبل الاسم المفرد المؤنث او المذكر اللي بادئ بحرف متحرك او حرف الاش ودي بتيجي قبل اي اسم جمع واهم الملاحظات بقى اللي احنا لازم نخلي بالنا منها في ادوات التجزئه ان ادوات التجزئه بتتحول لدو او دي ابوستروف في حالتين اول حاله عند النفي لو انا بنفي جمله زي مثلا لو قلنا جو انا باكل رز لو جيت فيها بقول جو با دي يبقى هنا دو اتحولت لدو ولو انا قلت جو فو دي انا عايز اناناس لما باجي انفيها بقول جو با داناناس هنا دي اتحولت لدي ابوستخوف علشان كلمه اناناس بدأ بحرف متحرك لكن نخلي بالنا لو كان الجمله بقى فيها فعلين والفعل اللي منفي هو الفعل الاولاني وهو مش الفعل الاساسي بتاع الجمله زي مثلا لو قلت جيم بخون دو لو انا بحب أخذ اللبن او اتناول اللبن في الصباح هنا لو جيت انفي هنفي فيرب ايمي مش هنفي فيرب بخون هقول جو با دو لو مش هحول اداه التجزئه لان الفعل اللي منفي هو فيرب ايمي مش الفعل الاساسي اللي هو بخون الحالة الثانية بقى اللي احنا بنحول فيها أداة التجزئة إلى دو أو دي أبوستخوف إن لو كان الاسم اللي عندي مسبوق بصفة جمع زي مثلا لو قلنا جاشيت دي أنا بشتري فواكه لو أنا وصفت كلمة فروي وجبت قبلها صفة هقول جاشيت دو بوم أنا بشتري فواكه جيدة في عندي بقى ملحوظة أخيرة إن كلمة يا أخت بتكون مسبوقة بأداة التجزئة دي رغم ان هي بادئه بحرف متحرك اللي هو الأجراك ولكن لما بنجيب قبليها اداه تعريف بتكون لو لو يا اخت مش بنقول الأبوستخوف. علشان كده بتسبق باداه التجزئه دي مونج دو يا اخت انا باكل زبادي طيب لو احنا بقى عايزين نعبر عن مشاعر الجوع والعطش دي التعبير عن الاحاسيس لما أحب أقول أنا بشعر بالجوع أو أنا بشعر بالعطش بستخدم فيرب أفوار زائد كلمة فا أو كلمة صواف أفوار فا يعني يشعر بالجوع وأفوار صواف يشعر بالعطش لو أنا حبيت أقول أنا جعان بقول جي فا أنا جعان أنا عطشان بقول جي صواف وممكن كمان نستخدم معاهم كلمة خي يعني جدا أقول جي تخي فا أنا جعان جدا أو جي تخي سواف. أنا عطشان جدا ونخلي بالنا أن كلمة صواف وكلمة فا مش بيتجمعوا ولا بيتأنسوا يعني ممكن أقول ألا فا هي تشعر بالجوع ألا صواف هي تشعر بالعطش نلاحظ أن إحنا غيرناش فا وصواف مع أل ولو قلنا إلزون فا هم يشعرون بالجوع أو إلزون صواف هم يشعرون بالعطش برضو مغيرناش فا ومغيرناش صواف الجزئية اللي بعد كده من قواعد الوحدة التانية وهي مهمة جدا هي الضمير الشخصي او لو بيرسونال الضمير او بنستخدمه كضمير مفعول بيحل محل مفعول به مسبوق بحاجة من أربعة يا إما مسبوق بأداة تجزئة يا إما مسبوق بأداة نكرة يا إما مسبوق بعدد يا إما مسبوق بكمية لو كان مسبوق بأداة تجزئة زي مثلا لو قلنا توما مونج دو بواسون هل توما يأكل السمك؟ المفعول به اللي موجود عندي هو كلمة بواسون وهو مسبوق بأداة تجزئة يبقى هنستبدله بالضمير أو وإحنا عارفين أن الضمائر الشخصية بيكون مكانها قبل الفعل يبقى هنشيل أداة التجزئة والاسم اللي معاها ونقول وي إيلون مونج أيوة هو بيأكل منه أو لو قلت نو هقول نو إيلون مونج با يعني حطيت آو مع الفعل بين ظرفي النفي نو وبا وبرضو لو قلنا تو دو لا انت اشتريت لحمه هنا كلمه فيوند هي المفعول به المسبوق بأداه التجزئه ديو لا يبقى هستبدله بالضمير آو ومكانه برضو قبل الفعل يبقى هقول وي جو نشيت او اقول نو جو نو انا لم اشتري طيب لو كان الجمله بقى فيها التعبير اليا زي مثلا لو قلنا خوي دون هل يوجد فواكه في التلاجه؟ هنا هشيل كلمه دي خوي واستبدلها بالضمير او وأحطه برده قبل الفعل, الفعل الفعل عندي هو اه يبقى هحطه بين الاجغك وبين الا وأقول وي إليونا دون نعم يوجد منها في التلاجه أو أقول نو با دون لا يوجد منها في التلاجه يبقى هنا حطيت او بين الاجريك وبين اه ده بالنسبة للمفعول به المسبوق بأداة تجزئة طيب لو كان المفعول به بقى مسبوق بأداة نكرة زي مثلا لو قلنا تيا اين فواتير هل لديك سيارة المفعول به هنا هو اين فواتيور ده هشيله واستبدله بالضمير اون ومكانه بيكون قبل الفعل يبقى هقول وي جوني ولكن ما ينفعش اقول جوني واسكت ولكن لازم انزل اداة النكرة معانا يبقى هقول جوني ين يبقى انا عندي واحدة طيب لو كنت هنفي وهقول نو يبقى هقول نو جونوني با انا ما فيش عندي يبقى هنا مش هنجيب اداة النكرة يبقى اداة النكرة في الاثبات وبس لو في النفي مش بنجيب اداة النكرة وبرضو لو انا قلت تيولي ان انت قرأت كتاب هشيل ان ليفغ وحط مكانها الضمير او واقول وي جون لي ان آه انا قرات واحد او اقول نو جون لي با انا ما قراتش يبقى هنا في الاثبات جبت آ آه لكن في النفي ما جبتهاش يبقى ادوات النكره بتفضل موجوده معانا في حاله الاثبات الكلام ده برضو بينطبق على المفعول به المسبوق بعدد يعني لو قلت تيو شيد غوب انت اشتريت ثلاث فساتين او انت اشتريتي ثلاث فساتين الاجابه و جوناشيت انا اشتريت ثلاثه يبقى العدد فضل معانا في حاله الاثبات انا اشتريت ثلاثه لكن في حاله النفي ما بجيبش العدد بقول نو جو با انا لم اشتري يبقى لو المفعول به مسبوق بعدد لازم احتفظ بالعدد معانا في حاله الاثبات طيب لو كان المفعول به بقى مسبوق بظرف كمية ظروف الكمية زي دو كثير من بودو قليل من أسيدو كمية كافية من يعني مثلا لو قلنا إيل مونج دو فخوي هو أكل كتير من الفاكهة هنا المفعول به فخوي مسبوقة بظرف الكمية بوكودو في الحالة دي بستبدله بالضمير او مع الاحتفاظ بظرف الكمية يعني بقول وي إيلون مونج واحتفظ بكلمه بوكو واقول ايلون مونج بوكو هو اكل منها كتير لكن لو هنفي يبقى مش هذكر ظرف الكميه وهقول نو ايلون مونش با هو لم ياكل يبقى احنا كده عرفنا ان الضمير الشخصي اون بيحل محل مفعول به مباشر مسبوق باداه تجزئه او اداه نكره او عدد او كميه وكمان عرفنا ان مكانه بيكون قبل الفعل طيب لو احنا بقى كان عندنا فعلين في الجمله زي مثلا لو قلت تيو فا اشتي دي ليجيم انت هتشتري خضروات انا عندي هنا المفعول به هو كلمه دي ليجيم وعندي فعلين في الجمله فيرب الي وفيرب اشتي الي متصرف واشتي في المصدر يبقي هنشيل دي ليجيم ونستبدلها بالضمير ومكانه هيكون قبل المصدر يبقي وي جو في اون ايوه انا هشتريها او اقول نو جونو في با اون انا مش هشتريها يبقى الضمير او هنا مكانه قبل المصدر طيب لو كانت الجملة جملة امرية يعني مثلا لو قلت اسكو جو دو صودا انا ممكن اشرب صودا يعني هو بيستأذن علشان يشرب صودا انت هتأمره وتقول له ايوة اشرب او هتقول له لا ما تشربش لو هتقول له ايوة هتقول له وي oui. اشرب منها هنا الضمير جه بعد الفعل يبقى في صيغة الأمر المثبت الضمائر الشخصية بتيجي بعد الفعل وده في كل الضمائر مش في أم بس لكن لو الأمر منفي هتقول له نو نو بوا لا تشرب منها هنا الضمير جه قبل الفعل في صيغة الأمر المنفي يبقى الضمير بيجي بعد الفعل في صيغة الأمر المثبت وبيجي قبل الفعل في صيغة الأمر المنفي وفي كمان ملحوظة مهمة جدا جدا نخلي بالنا منها إن في حالة استخدام الضمير الشخصي أو مع أفعال المجموعة الأولى بخمية جروب إحنا عارفين إن أفعال المجموعة الأولى في صيغة الأمر بنحذف حرف الأس مع تيو لما كنا بنقول مونج دو لا سالاد يعني كل سلطة لو أنا هشيل كلمة دو لا سالاد هستبدلها بالضمير أو وهقول مونجيزون يعني كل منها لو نلاحظ إن إحنا رجعنا حرف الأس تاني مع تصريف الفيرب مع في صيغه الامر المثبت لكن لو الجمله هتكون منفيه هيفضل حرف الاس محذوف وهنقول نون الجزء اللي بعد كده في الوحده الثانيه والمفروض برضو نركز عليه هو الاعداد الكبيره لي المقصود بيها يعني المئات والالاف احنا اخدنا قبل كده الاعداد من زيرو لحد صو، من زيرو لمية وعرفنا ان الاساس بتاع الاعداد بيكون من 0 ل 20 يعني لو عرفنا من 0 ل 20 نقدر نركب الاعداد الكبيره بعد كده بكل سهوله الاعداد من 0 ل 20 هي 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 وبعد عشرين بقى تخونت كارونت 50 60 سواسونت ديس 90 ديس بعد 40, 90 ديس تسعين سون سون اللي هي مية لما بحب أقول متين بقول دو سون تخوا سيسون، ساتسون، ويتسون، ميل الألف دو ميل, ميل،, ميل، تخوا ميل وهكذا طبعا سهلين جدا ولكن في ملحوظتين مهمين نخلي بالنا منهم اول ملحوظة ان كلمة ص مع تكرار المئات مضاعفات المية يعني ميتين تلتمية وكده بنضيف ليها حرف الاس يعني بتتجمع ولكن لو هيجي بعديها رقم تاني بتفضل في المفرد ما بتتجمعش يعني مثلا رقم ميتين وتلاتة دو سون كلمة سو جت في المفرد ما تجمعتش عشان جه بعديها رقم الملحوظة التانية ان رقم ميل يعني الف مش بيتجمع يعني لو جاء قبليه دو او تخوا او كاتخ او اي رقم مش بنضيف حرف الاس بيفضل زي ما هو ميل دو ميل تخوا ميل يفضل زي ما هو الجزئية اللي بعد كده بقى هي الكميات ازاي اعبر عن الكميات خيمي دي كونتيتي الكميات في منها كميات محدده يعني معروفه بخيسيز وكميات تانيه مجهوله غير محدده ام بخيسيز الكميات المحدده بتكون محدده بعدد او بوزن او بعبوات لو محدده بعدد زي مثلا انجلاس وحدة ايس كريم كاتخ بوم اربع تفاحات يعني ممكن نقول فودغي غي انجلاس انا عايز واحد ايس كريم او Je voudrais quatre pommes. انا عايز اربع تفاحات. دي كميات محدده بالعدد. ولو عايزين نستبدلهم بضمير مفعول بنستبدلهم بالضمير او. يعني مثلا جون فودري ين انا عايز منه واحده او جون فودري كاتر انا عايز منه اربعه. هنا بنحتفظ بالعدد معانا زي ما قلنا كده واحنا بنشرح الضمير اون ان احنا بنحتفظ معانا بالعدد او بأداة النكرة في حالة الاثبات اما بقى الكميات المحددة بالوزن زي ان كيلو دو بوم كيلو من التفاح او دو سون جرام دو سكر 250 وخمسين جرام من السكر يعني ممكن نقول جو فودغي دو سون جرام دو سكر انا عايز 250 جرام من السكر او جو فودري ان كيلو دو بوم انا عايز كيلو من التفاح وهنا برضو ممكن نستبدلهم بالضمير او ونحتفظ بالرقم معانا يعني جون فودغي 250 جرام انا عايز منه 250 جرام يعني شلنا كلمة دو سكر واحتفظنا بالوزن 250 جرام انا عايز منه 250 جرام في الجملة الثانية جو فودري ان كيلو دو بوم بنشيل دو بوم ونستبدلها بالضمير اون ونحتفظ بكلمة ان كيلو جون فودري ان كيلو اما بقى الكميات المحددة بالعبوات زي اون بوتي دو ويل ازازة من الزيت ان باكي دو تي باكو من الشاي اون بوات دو شوكولا علبة من الشوكولاتة وبرده نفس الحكاية بنستبدل الاسم بالضمير اون ونحتفظ بالكمية اللي هي العبوة زي مثلا لو قلنا جو فودغي بوتاي دويل أنا عايز إزازة من الزيت هنا بشيل كلمة دويل وأقول جون فودغي ين بوتاي أنا عايز منها إزازة أو عايز منه إزازة ونخلي بالنا بقى من ملحوظة مهمة جدا جدا إن حرف الجر دو بيفضل ثابت بعد العبوات أو بعد الأوزان بيفضل بشكل واحد بس مش بيضغم لكن طبعا لو الاسم اللي جاي بعديه بادئ بحرف متحرك او حرف الاش زي كلمة ويل بيتحول لدي ابوستخوف اما بقى الكميات الغير محددة لي كونتيتي ام فدي بنعبر عنها باستخدام ظروف الكمية ظروف الكمية يعني المقصود بيها اكتر اقل كمية كافية انا عندي مثلا زي امبو قليل بوكو كثير السي كافي تخو أكتر من اللازم بلوس أكثر موا أقل قطة مو مساوي الظروف دي كلها بيجي بعديها حرف الجر دو بشكله الثابت برضو مش بيتغير ولا بيتأثر بالاسم اللي بعديه يعني مثلا البوا السيدو ليه هو بيشرب كمية كافية من اللبن كلمة ليه كلمة مفرد مذكر ولكن دو فضلت بشكلها ما تغيرتش يعني دو مش بتتأثر بالاسم اللي بعديها مفيش حاجة اسمها إدغام هو شكل واحد بس ليها مع ظروف الكمية مثلا لو قلنا جاشت ام بيو دو فخماج انا بشتري قليل من الجبن هنا برضو دو فضلت زي ما هي متغيرتش ما ونخلي بالنا برضو من ام دو يعني قليل من ولكن ممكن نشوفها بشكل تاني وهو من غير اداة النكرة يعني بو دو وفي الحاله دي بيكون معناه نادرا جدا لما بيعمل الحاجه يعني في المثال ده بقول انا بشتري كميه قليله من الجبنه لكن لو انا قلت جاشيت بودو في خماج يعني بشتري جبنه قليل يعني نادرا لما بشتري جبنه يبقى ام بودو يعني بجيب الحاجه بس كميه قليله منها لكن بودو يعني نادرا لما بجيب الحاجه لكن طبعا في الحالتين بيكون بعديها دو وبعد كده الاسم وبرضو بنشيل دو والاسم اللي معاها ونستبدلهم بالضمير او ونحتفظ بظرف الكمية البوا السي ليه ممكن نقول بوا هو بيشرب منه كمية كافية او ان بو انا بشتري منها قليل احيانا بقى ما بيجيش عندي دو مع ظروف الكمية لما يكون ظرف الكمية ده هيوصف فعل يعني مثلا ممكن أقول جو أنا باكل كمية قليلة أو أقول إل مونج هو بياكل كمية كافية أو إل بوكو هو بيشتغل كتير أو البوا تخو هي بتشرب أكتر من اللازم وظروف الكمية ممكن نستخدمها كمان في المقارنة المقارنة يعني لو أو لا إحنا بنقارن بين حاجتين أو بين شخصين ممكن أقارن ما بينهم في الصفات يعني لو واحد فيهم أكتر من التاني في صفة معينة أو أقل منه أو مساوي ليه وممكن أقارن ما بينهم في الأسماء يعني واحد عنده كمية من الحاجة أكتر من التاني دي اسمها مقارنة أسماء وممكن أقارن ما بينهم في الأفعال يعني واحد فيهم بيعمل حاجة أكتر من التاني بيأكل أكتر منه بيشرب أكتر منه بيذاكر أكتر منه دي اسمها مقارنة أفعال أولا مقارنة الصفات علشان أقارن في صفة بين شخصين أو بين حاجتين بقارن بثلاث تعبيرات <applause> يا إما أكتر من يا إما أقل من يا إما مساوي لي أكتر من يبقى بلو كو يعني مثلا لو قلنا لوتخا إي بلو غابيد القطار أكثر سرعة من الأتوبيس ، عندي الصفة كلمة غابيد جاية بين بلو كو بلو كو يعني أكثر من بلو غابيد كو يعني أكثر سرعة من ، لكن لو عايزة أقول حاجة أقل من حاجة يعني مثلا هقول القطر سرعته أقل من الطيارة هقول لو تران اي موى غابيد كو كلمة غابيد هنا جات بين ك كو وا أقل من يبقى بلو كو أكثر من موان كو أقل من أما بقى لو كانت حاجة مساوية لحاجة زي مثلا لا فواتيور اي او سي غابيد كو لو السيارة سرعتها مساوية لسرعة الأتوبيس كلمة غابيد جت بين او سي و كو يعني مساوي لي يبقى بلو كو أكثر من موان كو أقل من او كو مساوي لي. طيب احنا عارفين ان الصفة بتتبع الموصوف يا ترى الصفة بقى في المقارنة هتتبع الطرف الاول ولا الطرف الثاني الصفة في المقارنة بتتبع الطرف الاول يعني مثلا لو انا قلت منى اي او سي كو سون ذكية زي اخوها هنا كلمة انتليجونت جات في المؤنث علشان الفاعل مؤنث يبقى الصفة في المقارنة بتتبع الفاعل يعني الطرف الأول ولو أنا قلت إلي أو سي أكتيف كو هو نشيط زي مامته هنا أكتيف جت مذكر علشان الفاعل إيل مذكر يبقى الصفة بتتبع الطرف الأول دي مقارنة الصفات أما بقى مقارنة الأسماء فهي عبارة عن مقارنة كميات يعني أنا عندي كمية من حاجة أكتر من اللي عندك واحد بياكل كميه من حاجه اكتر من اللي التاني بياكلها يعني مثلا جي بلو دو انا عندي كميه من الكتب اكتر من اللي عندك هنا استخدمنا بلو كو بس نلاحظ ان في عندي قبل الاسم دو دو ليفر يبقى جي بلو دو ليفر كوتوا كو اكثر من ولكن لازم دو بعد بلو دو ليفر. ولو انا عايزه اقول اقل من بردو بستخدم كيو زي مقارنة الصفات ولكن نخلي بالنا لازم دو قبل الاسم ماري مونج موان دو بوم كو بيير ماري بتاكل تفاح اقل من بيير ولو انا عايزه اقول مساوي ليه نخلي بالنا كويس مش هنستخدم السي كو زي الصفات ولكن هنستخدم اوتانكو كو وبرضه دو لازم تيجي قبل الاسم يعني مثلا علي أو طن دارجون كو رامي علي عنده فلوس قد اللي عند رامي هنا استخدمنا الطن كو وحطينا الاسم مسبوق بدو وهنا حطينا دي أبوستخوف علشان كلمة أرجون بدأ بحرف متحرك يبقى في مقارنة الأسماء بنستخدم بلدو زائد الاسم زائد كو أكثر من أو موان دو زائد الاسم زائد كو أقل من أو أطن دو زائد الاسم زائد كو مساوي لي. اما بقى مقارنه الافعال فبرضو بنستخدم فيها بلو كو وموان ولكن من غير ما يجي ما بينهم حاجه يعني بنجيب الفعل الاول وبعد كده بلو او موان او اوتان بيجوا جنب بعض ما ما بينهم فاصل زي مثلا لوكا مونج بلو كو لوكا بياكل اكتر من مارتا هنا بلو مع بعض على طول ما فيش ما بينهم فاصل الفعل الاول مونج وبعد كده بلو كو نفس الحكايه موان كو مختا مونج موان كو لوكا مختا بياكل اقل من لوكا هنا برضو موان كو جم مع بعض على طول ما فيش ما بينهم فاصل الفعل وبعد كده موان ونفس الحكايه برضو اوتون ليو مونج اوتون لوكا ليو بياكل قد لوكا هنا برضو اوتون جم بعد الفعل وما فيش ما بينهم فاصل يبقى مقارنة الأفعال بجيب الفعل الأول وبعد كده بلو كو أكثر من وأقل من برضو بجيب الفعل الأول وبعدين موان كو أقل من أو الفعل وبعدين أوتون كو مساوي لي كده احنا راجعنا على كل قواعد الوحدة التانية وأتمنى يكون الفيديو ده عجبكم وتكونوا استفدتوا منه وإن شاء الله نتقابل تاني في فيديو جديد ميرسي أو